السيدة الوزيرة، السيد الوزير، السيدة والسادة النواب المحترمون. السيد الوزير، تشكل النفقات الجبائية سواء تعلق الأمر بإعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو أسعار تفضيلية، هذه النفقات تشكل عاملا ينتج عنه تخفيض في مداخل ميزانية العامة للدولة، وهذه النفقات هي في الأصل تحفيزات وتشجيعات لبعض القطاعات الاقتصادية. إذا نسائلكم السيد الوزير، ما هو تقييمكم من حيث المردودية ومن حيث الانعكاسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات الضريبية؟ وشكرا.